وكمان لو هنتكلم عن اوكلاند سيتي هو من اكثر الانديه اللي شاركت في المونديال بشكل عام تقريبا 10 مرات حتى هذه اللحظه او هذه البطوله، والاهلي 8 مرات. طيب دي بالنسبه له بقى احنا بنتكلم يعني كمان اعتقد مهمه مش سهله ابدا وتحدي مش سهل، فكره ان انت تشارك بنسبه كبيره ولكن المشاركات بتاعتك ما اتتش بالثمار برده، وغير يمكن مره واحده كانت برونزيه، فبرده ده ما اعتقدش ان هو مؤشر جيد للي جاي. الله اعلم برده كل سنه بتحمل فريق جديد وفكر جديد ومدرب فني جديد ودوافع جديده، فاكيد احنا هنشوف برده اوكلاند سيتي بشكل مختلف حتى ولو سبق ان احنا واجهناه وقلنا الكلام ده قبل كده 2006 وحفوزنا مع مانويل خوسيه، ده مش معيار وده مش مؤشر تماما، حتى لو كنا فزنا السنه اللي فاتت او النسخه اللي فاتت برده ما زال مش مؤشر تماما، كل سنه وكل موسم بيبقى مختلف عن اللي قبليه، حتى احنا شفنا ده في الدوري، الدوري هذا الموسم الدوري المحلي يعني مختلف تماما عن الدوري اللي فات بكتل او بكثره الفرق والمحترفين والصفقات وغيره. على كل حال احنا عندنا روح معنويه مرتفعه، الدوافع عندنا كبيره جدا، نادي الاهلي عنده رغبه ان هو يكمل مسيرته ويحقق بطولات اكتر ويسعد جماهيره زي ما حضراتكم عارفين، ده الاساس. طبعا برده فكره هنا لما اتكلمنا عن الاستقبال والاجواء، امبارح كان في فيديو على فكره حلو قوي قوي، ما اعرفش هو هيبقى جاهز معانا ولا لا، بس نزل على الموقع بتاعنا، يعني كان كابتن محمود الخطيب في عربيته والناس هناك الجاليات المصريه الموجوده كانت بتستقبله، عرف ان هو معدي فهو كان يعني فاتح الازاز والناس بقى بتسلم عليه واللي يقول له انا جاي مش عارف منين مخصوص والله واحنا في ظهر الاهلي، والناس كتيره بتحب كابتن محمود الخطيب والناس طبعا بتسلم عليه، وكله كله يعني كانت مشاعر بجد وصور حلوه جدا، وانا عجبني الفيديو ده عامل كان فيور شيب عالي قوي، فكل ده بياكد ان انت رمز، انت يعني بتمثل كيان كبير جدا هو النادي الاهلي، بس في نفس الوقت انت رمز محترم طبعا. المحترم ده مش موجود في اي مكان، لما تيجي تقول رمز محترم ده مش موجود كتير، من النوادر اللي بتبقى موجودة، برغم ان احنا مفروض ده يبقى الاساسي وده الطبيعي، بس مع النادي الاهلي ومع كابتن محمود الخطيب ده الطبيعي بتاعنا، فانت عندك رمز محترم تاني حط تحتها خطوط محترم بيمثل كيان عظيم، فهو ده كل مكان هتروحه في الدنيا هتلاقي الناس اللي بتحبك واللي بتدعمك واللي بتسافر لك عشان تقابلك وعلشان تساندك، فقد ايه مشاعر جميله، على عكس بقى لما تروح مثلا وانت عامل مشاكل وانت محدش طايقك، انا بدي مثال محدش بيتكلم على حد، بس شوف الفرق الكبير قد ايه، بني ادم لما بيبقى ادم محترم لما بيبقى سيرته محترمه الناس كلها بتحبه مهما كانت انتماءاتها، وده متمثل في كابتن محمود الخطيب بلا شك.